الآن سوف نتعلم معايير اختبار كاليفورنيا لأسئلة مفتوحة من الجبر 1. في العرض السابق قمت بحل الجبر 2، وأعتقد أنني سأعكس الترتيب. دعوني أنسخ وألصق سؤال هنا لأنني أعتقد بأنه من الجيد رؤية كل شيء، لذا دعوني أرى. لقد قمت بنسخه وسألصقه هنا، لكن دعوني أرفع الشاشة للأعلى قليلا و من ثم نبدأ. حسنا، السؤال هنا: هل المعادلة 3 ضرب 2 إكس ناقص 4 يساوي ناقص 18 تعادل 6 إكس ناقص 12 ويساوي ناقص 18؟ حسنا، نفكر بها. إذا قمنا بتوزيع 3 سنحصل على 3 ضرب 2 إكس ويساوي 6 إكس، 3 ضرب ناقص 4 يساوي ناقص 12، وهذا بالطبع يساوي ناقص 18. إذن بالتأكيد هما متساويتان، فإذا قمنا بتوزيع 3 على مداخل القوس سنحصل على 6 إكس ناقص 12. إذن الإجابة بكل تأكيد نعم، وليس لا كما هنا. هنا نعم، هل المعادلات متساوية من حيث خاصية التجميع؟ لا. خاصية التبديل؟ لا. هل هما متساويتان من حيث خاصية التوزيع؟ هذا سؤال اختيار من متعدد، وأحاول أن أجد الإجابة الصحيحة هنا. أين كنت؟ حسنا، نعم المعادلات متساوية من حيث خاصية توزيع الضرب على الجمع، أليس كذلك؟ هذا هو. لقد قمنا بتوزيع 3 على 2 إكس ناقص 4، وتقال على الجمع لأنه يمكن أن تراها على أنها زائد أو ناقص 4. الجمع والطرح يتشابهان عندما نفكر بخاصية التوزيع. على كل حال، لنقوم بحل المسألة التالية. المسألة التالية التي سأكتبها مسألة رقم 2، وهي: الجذر التربيعي ل16 زائد الجذر التكعيبي ل8 كم يساوي هذا؟ حسنا، ما هو الجذر التربيعي ل16؟ وعندما يكون لدينا جذر تربيعي هنا سنقول أنه يساوي زائد أو ناقص 4، وعندما تكتب بهذه الطريقة ستعني الجذر الأساسي، إذن يساوي 4 وتكتب زائد أو ناقص إلى جانب الرمز في حال إذا كان المطلوب إيجاد الجذر التربيعي السالب، إذن زائد 4. الآن 4 زائد، ما هو العدد المرفوع للقوة الثالثة ويساوي 8؟ حسنا، 2 للقوة 3 يساوي 8، إذن ممكن أن نكتب 2 للقوة 3 يساوي 8، وهذا يعادل الجذر التكعيبي للثمانية، إذن الجذر التكعيبي للثمانية يساوي 2، ويمكن اعتبار هذا على أنه 8 للقوة ثلث. على أي حال، الجذر التكعيبي للثمانية هو 2، إذن 4 زائد 2 يساوي 6، وكان هذا هو الخيار B. ومسألة الثالثة أو مسألة رقم 3، دعوني أنزل للأسفل قليلا هنا. حسنا، يمكنني أن أنسخ وألصق كل هذا. انتظروا قليلا. حسنا، سنبدأ. السؤال الآن: ما هو العبارة التي تساوي إكس للقوة 6 ضرب إكس للقوة 2؟ إكس للقوة 6 ضرب إكس للقوة 2. هنا نقوم بضرب العبارتين، وبما أن الأساس متساوي إذا نجمع الأسس، وهذا يساوي إكس للقوة 8، وهذا الناتج ليس من ضمن الخيارات، لذا نقول أي من هذه العبارات تعادل إكس للقوة 8، وما هما القوتان اللتان إذا جمعتهما سأحصل على 8؟ 4 زائد 3 يساوي 7، هنا 5 زائد 3 وهذه تساوي إكس للقوة 8، وكان هذا الخيار B. المسألة التالية مسألة رقم 4، هل تعلمون أن X هو حرف أبجدي من اللغة الإنجليزية وسنستخدمه لتعريف على المتغير؟ والآن سأقوم بنسخ ولصق السؤال هنا. ما هو العدد الذي ليس له معكوس؟
إذن معكوس ناقص واحد، هذه واحد على ناقص واحد وهو ما يساوي ناقص واحد. ما هو معكوس الصفر؟ لدينا هنا هو واحد على صفر وهو غير معرف. إذن الخيار هو ب أي صفر، فنحن لا نعرف ما هو واحد على صفر. ويمكن أن تكون هذه مهمتكم لإيجاد معنى هذا، وبالطبع هذه لديها معكوسات، فمعكوس واحد على ألف وواحد على واحد على ألف ويساوي ألف، ومعكوس الثلاثة بالطبع هو واحد على ثلاثة. المسألة التالية ستكون لدينا الكثير من المصطلحات هنا، لكن أعتقد أن هذا جيد. إذن المطلوب هو معرفة، أو دعوني أقوم بالنسخ أولا وربما أقوم بحل المسألة هذه. حسنا، يمكن القيام بها هنا هكذا. حسنا، نريد معرفة المعكوس المضاعف للعدد واحد على اثنين أو نصف، أي ما هو العدد الذي أضربه بنصف لأحصل على الواحد. حسنا، لنرى هنا هذا نفس الشيء عندما نقول ما هو معكوس واحد على اثنان. إذا ضربت واحد على اثنان، أو حسنا معكوس واحد على اثنان، نقول أنه واحد على واحد على اثنان ويساوي واحد ضرب اثنان على واحد ويساوي اثنان، أو بطريقة أخرى اثنان ضرب نصف يساوي واحد. إذن المضاعف المعكوس لنصف هو اثنان. إذن هذا هو الخيار D. والمسألة ستة، ما هو حل هذه المعادلة؟ حسنا، يمكن أن تظهر إشارات القيم المطلقة أحيانا وبصعوبة، لكن علينا أن نفكر بطريقة منطقية. إذا كانت القيمة المطلقة لإثنان إكس ناقص ثلاثة يساوي خمسة، هذا يعني إثنان إكس ناقص ثلاثة يساوي خمسة، لأن مدخل القيمة المطلقة يساوي خمسة، ثم القيمة المطلقة للخمسة تساوي خمسة، وهذا منطقي. ولكن ماذا يمكن لهذه المعادلة أن تساوي أيضا؟ ماذا يحصل إذا كانت المعادلة داخل القيمة المطلقة 2x ناقص 3 يساوي ناقص 5؟ حسنا، في هذه الحالة علينا أن نأخذ القيمة المطلقة، سنحصل على 5. ممكن أن نقول 2x ناقص 3 يساوي ناقص 5. فعندما نرى رمز القيمة المطلقة هذه سنقول حسنا مهما كان داخل القيمة المطلقة 5 أو ناقص 5 فإننا سنأخذ القيمة المطلقة له ليساوي 5. فإذا قمنا بحل كلتا المعادلتين، إذا قمنا بإضافة 3 لطرفي المعادلة، سنحصل على 2x يساوي 8 وx تساوي 4 عندما نقسم على 2. في المعادلة الثانية نضيف 3 لكلا الطرفين، 2x تساوي ناقص 5 زائد 3 يساوي ناقص 2، وx تساوي عندما نقسم على 2 تساوي ناقص 1. إذن x تساوي 4 أو x تساوي ناقص 1، وهذا هو الخيار C، x تساوي ناقص 1 أو x تساوي 4. المسألة التالية، مسائل الجبر الواحد تعد أسرع من الجبر الاثنان، فتلك تبدو متشعبة، أعني الجبر الاثنان. دعوني أمحي كل هذا وسأكتب هذه في الأسفل. ما هي مجموعة الحل لخمسة ناقص القيمة المطلقة لx زائد 4 أقل من أو يساوي ناقص 3؟
أولا هذه المسألة شاقة نوعا ما، فلا يمكنني استعمال المنطق الذي قمت به سابقا، لأن لدي 5 هنا، لكن لنفكر بها بهذه الطريقة، دعونا نحاول تبسيطها. إذا لدينا القيمة المطلقة لعدد أقل من أو تساوي عدد آخر، إذا الشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو إذا أردنا التخلص من 5، تذكر ما نفعله لطرفي المعادلة. فإذا فعلنا شيء لطرف ما في المعادلة فيجب أن نقوم به أيضا للطرف الثاني، إذا نطرح 5 من طرفي المعادلة، وإذا طرحنا 5 من الطرف الأيسر ستختفي هذه 5، سأقوم بالسالب، اسمحوا لي أن أكتب هذا، سيكون سأطرح 5 من هنا و 5 من الطرف الثاني، فهذا زائد، إذا ناقص 5 زائد 5 يساوي 0، فنحصل على ناقص القيمة المطلقة لـ x زائد 4 أقل من أو يساوي ما ناتج ناقص 3 ناقص 5 يساوي ناقص 8. حسنا، الآن الخطوة التالية، هذا شيء ربما لم يكن ظاهرا، ووضع رمز عدم المساواة هنا. كما تعرف إذا كانت هذه مساواة فسوف نقول حسنا سأضرب بناقص 1 لكلا الطرفين لأتخلص من الإشارة السالبة، لكن الشيء الوحيد الذي يجب أن نتذكره أنه عندما تضرب أو تقسم طرفي المعادلة بعدد سالب فيجب أن تغير عدم المساواة أو تعكسها. فإذا كانت هذه صحيحة، إذا أضرب كلا الطرفين بناقص 1 ناقص 1، إذا ناقص 1 ضرب القيمة المطلقة لإكس زائد 4، وهنا سأعكس الإشارة لتصبح أكبر من أو يساوي ناقص 8، وقمت بضرب ناقص 1 على هذا الجانب، إذا سأضرب هنا أيضا بناقص 1 وهذا يلغي الإشارة السالبة، وبالتالي تنتهي بالقيمة المطلقة لإكس زائد 4 أكبر من أو يساوي ناقص 8 ضرب ناقص 1 يساوي 8. الآن يمكننا استخدام المنطق الذي استخدمناه في المسألة السابقة. ماذا يخبرنا هذا؟ هذا يخبرنا أن مقدار x زائد 4 سيكون أكبر من أو يساوي 8. إذن اسمحوا لي أن أرسم خط الأعداد هنا لأنني أريدكم أن تستوعبوا ما معنى المقدار. فإذا كان هذا خط الأعداد ويمكنك استعراض المقدار على أنه المسافة من أو القيمة المطلقة يمكن اعتبارها المسافة من صفر، صحيح؟ إذن لدينا هنا الصفر هنا وهذه 8 موجبة وهذه سالب 8، فالقيمة المطلقة مهما كانت فستكون أكبر من 8، وهذا يعني المسافة من صفر ستكون أكبر من 8. إذن يمكن أن نقول أن المسافة من صفر لهذا العدد يجب أن تكون أكبر من 8، فإذا كان هذا العدد أكبر من أو يساوي 8 هذا يعني أن هذا العدد سيكون بالتأكيد أكبر من أو يساوي 8 في هذه أو على خط الأعداد في هذه المنطقة، صحيح؟ وتذكر كما نقول المقدار فلن نهتم للاتجاه، إذن المقدار سيكون أيضا أكبر من 8، إذن يتضمن الأعداد السالبة التي أقل من ناقص 8. ولماذا يعد هذا منطقيا؟ حسنا، لنأخذ ناقص 9، ما هي القيمة المطلقة لناقص 9؟ القيمة المطلقة لناقص 9 أكبر من 8، وهذا يساوي 9 أكبر من 8، أي أن أي عدد على يسار الناقص 8 أو على يمين الزائد 8 إذن هو حل صحيح. هذا يعني أو أسهل واحدة هنا أن x زائد 4 أكبر من أو يساوي 8، لنكتب هذا، اسمحوا لي أن أكتب هنا x زائد 4 أكبر من أو يساوي 8، نضع بالاعتبار أن المقدار أكبر من أو يساوي 8، أو x زائد 4
أقل من أو تساوي ناقص 8. هذا هو المقدار الذي على يسار ناقص 8 هنا، وقد قمنا بحله. ومن المهم أن نفكر بالقيمة المطلقة بهذا الشأن، وإلا ستكون الأمور مزعجة وستبدأ باختبار الأعداد. لكن إذا تصورت خط الأعداد وفكرت بالقيمة المطلقة كمسافة من الصفر، وهي مقدار المسافة من صفر، ستقول المسافة من صفر ستكون أكبر من أو تساوي 8. هذا يعني أن العدد لدي سيكون، هذا سيكون أقل من أو يساوي ناقص 8، أو سيكون أكبر من أو يساوي زائد 8. لنقوم بالحل، x زائد 4 أكبر من أو يساوي 8، نطرح 4 من كافة الأطراف فنحصل على x أكبر من أو يساوي 4، ونطرح 4 من الطرفين هنا فنحصل على x أقل من أو يساوي ناقص 12. إذن الحل هنا x أكبر من أو يساوي 4 أو x أقل من أو يساوي ناقص 12، وكان هذا الخيار D. على أي حال سأراكم في العرض المقبل.